حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد كل الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين. أيها المؤمنون، أيها المسلمون، أيتها المؤمنات، أسعد الله أيامكم، أسأل الله العلي الكبير أن يعيد لكم هذا العيد بالخير والسعادة والأمن والأمان لكم ولأمتنا الإسلامية جمعاء. أوصيكم ونفسي إخواني وأخواتي بتقوى الله، إذ يقول الله الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بعد شهر من الصيام والعبادة والتوجه إلى الله وتلاوة القرآن، بعد هذه الدورة التربوية في شهر رمضان الذي حث ربكم جل واسمه بالتقوى وباجتناب المحرمات، بعد هذه الدورة التربوية في شهر رمضان لا بد أن الإنسان يلتزم بهذه الدورة حتى من بعد شهر رمضان يبتعد عن المحرمات ويفكر بأنه مسؤول عما يعمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يرى بأنه مسؤول عن كل عمل وعن كل فعل في هذه الدنيا. نوصيكم، ولذا نحن في هذه الأدعية شهر رمضان ندعو: اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. أبواب الجنان كانت مفتحة، أيدي الشياطين كانت مغلولة في شهر رمضان. سوف يستمر هذا العمل إذا كنتم أنتم تلتزمون بالابتعاد عن المحرمات وابتعاد عن
أعمال الذي غير صحيحة في الدين، وأن يكون الإنسان المسلم رحيماً رؤوفاً عطوفاً بالغير. ويقول سيدنا مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه: إن لأهل التقوى علامات، إن لأهل التقوى علامات. شنو أهل التقوى علامات؟ بس يتقي يصلي ويصوم؟ لا. يقول سيدنا مولانا أمير المؤمنين: لأهل التقوى علامات. إذا تعرف أن الإنسان متقي تقوى عنده، أول شرط هو صدق الحديث، لا يكذب، لا يكذب، وبس يصلي ويصوم، لا يكذب، صدق الحديث وأداء الأمانة، يصلي ويصوم، والوفاء بالعهد، إذا عهد شخصا يوفي به، وبذل المعروف، وحسن الخلق. هذا على هذا الإنسان متقي، عنده حسن الخلق، ما يكذب، صدق الأمان عنده، وفاء بالعهد عنده، هذا هو المتقي. هذا يقول إمامكم أمير المؤمنين سلام الله عليه. وسعة الحلم، يكون صبورا يتخذ قرار تجاهي، عند حلم عنده، صبر عنده، يعني حلم على المصائب، حلم على المشاكل، حلم على الإيذاء، حلم على كل شيء، يكون حليم. هذا هو الرجل المتقي. أو شو واحد كثير الصلاة، كثير الصوم، كل شيء يصلي يصوم، يعمل كل المستحبات، ما عنده هذه الأمور. نعوذ بالله يكذب، نعوذ بالله، لأن صلاتنا عن الفحشاء والمنكر. هو أهم الفحشاء والمنكر هو الكذب وعدم الأمانة. فكيف هذه صلاة؟ لا تناهوا عن المحرمات واتباع العلم. الله أكبر، شوف هذا أنه يتبع العلم، لا يروح وراء شكيات وشكوك منا منا، كل من يسمع كلام اتبع العلم. ديننا مذهبنا مذهب العلم والتحقيق والتدبر، مو فقط يذهب خلف هذا وخلف هذا من دون المحبة للشيء النفساني، للحب النفساني، لا، اتباع العلم. واتباع العلم فيما يقربه إلى الله جل وعلا. ولذا أقول وقت الأخوة والأخوات: أحسن الحديث وأبلغ الموعظة هو قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتكم الثانية، صل على محمد، لتعجيل صاحب الزمان ولي أمرنا القائم الثالثة بأعلى الأصوات: اللهم صل على محمد وآلي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد نبيك وخير رسلك وخاتم الأنبياء. اللهم صل على علي أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب. اللهم صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. اللهم صل على سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين. اللهم صل على أئمة المسلمين: علي بن الحسين، محمد بن علي، جعفر بن محمد، موسى بن جعفر، علي بن موسى، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد، والحسن بن علي، والخلف الهادي المهدي حجتك على برادك وصلواتك عليه صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمن والعدل المنتظر، وحفظه ملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. أوصيكم يا عباد الله ونفسي بتقوى الله، إذ يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
الحمد لله في هذا اليوم العيد الذي يعين كل المسلمون، وإن كان أود ألفت انتباه الإخوان ظاهرة جيدة جدا أنه أكون هناك بين المراجع. بعض العلماء يقولون أمس، نحترم كل العلماء، وبعض العلماء يقولون هذا ظاهرة جيدة بالنسبة، هذا مما يتفتخر به الشيعة، لأن العلماء موجود وراء خلفة واحد في الحكومة قال كلهم يلا هل متعين علماء كمان الحرية عالم يتبع هذا العالم أمس جمعية، اليوم يتبع بعض الجماعات مثلا آية الله العظمى سيد السيستاني دام ظله الوالد اليوم هذا ظاهر كل جيد. والله العلي العظيم السنة والمسلم يضبطون الشيعة على هذا الموضوع، يقول انظروا إلى علماء الشيعة، انظروا إلى حريتهم واتخاذ قرارهم، لا يمشون خلف الحكومة والحكومات، وهذا هذا فخر لكم، هذا نقطة إيجابية. لا أنا كنت أنا أذكر كنت في النجم ذاك الوقت، كان سيد الحكيم مثلا يثبت عنده أول الشهر سيد الخوير رحمة الله على النبي يثبت كلش طبيعي ذاك الوقت في النجم مدينة صغيرة كلهم علماء همس راسه يا أبا احنا شنو احنا نقلد هذا نقلد هذا. بعض الجماعات كانوا يقلدون سيد الحكيم، بعض الجماعات كانوا يقلدون سيد الخوئي، بعض الجماعات كانوا يقلدون سيد الشاطبي، كان بينات الخلاف هذا ظاهرة جيدة وطيبة. يصير بعض عوالها أولادنا بنات إحنا أذكر كنت نروح إذا نطمئن بالعيد قبلنا إذا ما نطمئن نروح كربلاء نزور. فإذا هذه ظاهرة جيدة، والله المسلمون الإخواني من أبناء السنة يخافون يضبطون يقولون أنتم علماءكم عندهم حرية الرأي، حرية اتخاذ القرار، لا يمشي خلف واحد عالم يجي مثلا عالم وعاظ السلاطين يجي تابع للحكومة يجي يحكم، لأن كل العالم كلهم لم يحكم، أكو واحد يتجرأ في الدول السنية شوفوا أكو واحد يتجرأ يخالف القول الحكومة، كلا فقط علماء الشيعة، هذا فخر لكم، ونحن نحترم جميع العلماء جميع المراجع. أمس كان على فتواهم وأكو أيضا اليوم كان وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم شافي مرضانا. إلى من كان في مجلس صاحب حاجة اللهم اعط حاجته، فرج همه وغمه بحق محمد وآل محمد. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الحاضرين والحاضرات، وإلى أرواح أموات العلماء والشهداء وذوي الحقوق من الآباء والأمهات ومن الشيعة الذين لم يذكرهم ذاكرة من شيعة آل محمد، نهدي إلى جميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله الله أكبر بنوت ما على الكبرياء والعظمة وعلى الجود والجبروت وعلى العفو والرحمة وعلى التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه واله ذخرا وشرفا ومزيدا ان تصلي على محمد وال محمد وان تدخلني في كل خير ادخلت فيه محمدا وال محمد وان تخرجني من كل سوء اخرجت منه محمدا وال محمد صلواتك عليه وعليكم اللهم اني اسالك كيفما سالك عبادك الصالحون واعوذ بك مما استعانك عبادك الصالحون الله اكبر اللهم على الكبرياء والعظمة وعلى الجود والجبروت وعلى العفو والرحمة وعلى التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا ومجيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إني أسألك خير ما سألك عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون الله أكبر اللهم على الكبرياء والعظمة وعلى الجود والجبروت وعلى العفو والرحمة وعلى التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إني أسألك خير ما سألك عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون الله أكبر اللهم على الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم
اللهم إني أسألك خير ما سألك عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون. الله أكبر. اللهم على الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليه. اللهم إني أسألك خير ما سألك عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون. الله أكبر. سبحان الله. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. ربنا صلى الله عليه وسلم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. أستغفر الله. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فلما فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. قنوت. اللهم على الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليه. اللهم إني أسألك خير ما سألك عبادك الصالحون فأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون. اللهم على الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة
وأهل التقوى والمغفرة. أسألك بعهد هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله بخرا وشرفا ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك عبادك الصالحون، فأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون. اللهم على الكبرياء والعظمة وعلى الجود والجبروت وعلى العفو والرحمة وعلى التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله دخرا وشرفا ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي الأعلى ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله. الله أكبر. يا ولي العافية. ربي صل على محمد وآل محمد. يا الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تسبيح تسبيح مولاتنا الزهراء عليه السلام يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا ولو الشكر على ما أولانا ولو الشكر على ما أولانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا الحمد لله على ولو الشكر على ما أولانا ولو الشكر على ما أولانا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما ولو الشكر على ما مولانا ولو الشكر على ما مولانا اللهم صل على محمد وآل محمد. أفضل الأعمال في هذا اليوم زيارة أبي عبد الله الحسين صلى الله عليه وسلم. الآن تبع العزيز سلطان سوف نقرأ سوية زيارة الحسين زيارة خاصة في يوم عيد الفطر المبارك إن شاء الله. أفضل الأعمال في هذه الليلة في هذا اليوم. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث روح أمين الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كريم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد صلى الله عليه وآله حبيب الله السلام عليك يا وارث علي حجة الله السلام عليك أيها الوصي البر التقي السلام عليك آثار الله وابنثاره والوتر الموجود أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده حتى استبيح حرمك وقتلت مظلوما السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك ابن رسول الله السلام عليك ابن سيد المرسلين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا بطل المسلمين يا مولاي أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مذنبات ثيابها أشهد أنك من دعاء الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا إنا لله وإنا إليه راجعون يا مولاي أنا موال لوليكم
ومعاد لعدوكم، وأنا بكم مؤمن وبيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلما، وأمري لأمركم متبع. يا مولاي زرتك خائفا فأمني، وزرتك مستجيرا فأجرني، وزرتك فقيرا فاغنني. سيدي يا مولاي أنت مولاي حجة الله على الخلق أجمعين، آمنت بسركم وعلانيتكم وبظاهركم وباطنكم وأولكم وآخركم، وأشهد أنك التالي لكتاب الله وأمين الله الداعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. لعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت. صلاة ركعتين تهدو إلى أبي عبد الله المسلم، وبعد تتمة الصلاة. وليجان حجة الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه مكانه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا وهب لنا رأفته ودعاءه وخيره، ربنا وهب لنا رأفته ودعاءه وخيره، وعجل لنا ظهوره، واجعلنا من أعوانه وأنصاره والذابين بين يديه والمستشهدين بين يديه بحق محمد وآل محمد. اللهم بارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك 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 علينا وعليكم.
تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم 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 تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم